السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم هاد الشقة هادي في ايمابل ار بلس دو اللي فيها كل جوج شقق في كل طابق. كما غادي تشوفوا معنا بالنسبة لهاد الشقة هادي جات في الطابق الاول اللي هاد الطابق هذا هو الاكثر طلبا بالنسبة للشراء من طرف الزبناء ديالنا. اما بالنسبة للموقع ديال الشقة، موقع استراتيجي ما شاء الله، جات بالقرب من قصر العدالة وحي الرياض بريستيجيا. كما غادي تشاهدوا هذا الموقع مباشرة في آخر الفيديو. بالنسبة للشقة جا فيها سيجور في الوسط ديالها على يدك اليسار، كما تشاهدوا كاين صالون، وعلى يدك اليمين كاين بيت الناس، بيت ديال الدراري الصغار، لا كويزين بقات مطرفة في القنج مع بتيت بالكون. على يدك اليسار غادي تشاهدوا طواليت يدوش وطواليت اعزكم الله. هاد الشقة هادي فيها دو شومبر صالون، المساحة ديالها 77 متر مربع. كما ذكرت لكم الطابق الاول تبارك الله راه مشمشة وكتباع بثمن الموقع ديالها اللي هو 105 ديال المليون. بالنسبة للثمن راه قابل للنقاش. وكما جرت العادة الاخوان اللي مهتمين بهذا العرض وكيرغبوا بالزيارة يتواصلوا معي عبر الهاتف 06 67 66 65 05. وما تنساوش تشاركوا معي في القناة هكا باش دائما يوصلكم العروض. يمكنكم تشاهدوا فيديوهات في القناة ديالكم تمارين العقارات. السلام عليكم، الى عرض اخر ان شاء الله.